السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم التلفاز من نوع جولد فيزيو 32 بوصة LED بمشكل على مستوى الصورة. إذا الإضاءة موجودة، الصوت موجود، ولكن الصورة على هذا الشكل هذا فقط بهذه الخطوط هذه، وتتحرك مع الصورة، يعني مع تحرك الصورة تتحرك. لاحظوا، ما رأيتم؟ إذا لنكتشف، تابعوا. إذا أصدقائي، سبب المشكل هو الكوف الجانبي منعدم عليه إشارة CPV. الكوف هذا هو رقمه، بحثت في جوجل وجدت هذه الصورة في يمين الشاشة، اعتمدت عليها لكي أعرف كل نقطة يعني ودورها. المهم، بعد الفحص، فحص جميع النقاط، وجدت بأن المشكل في إشارة CPV. لاحظوا، هذه هي، يعني على حسب الصورة عندما نفحصها، لاحظوا عليها 2 فولت. إذن نقطة CPV في التيكون عندما نفحص، لاحظوا، نجد عليها 2.1 فولت في التيكون، وفي الكوف 2 فولت فقط. وهذا الفارق البسيط هذا يحدث مشكل طبيعة الحال. إذا لاحظوا، سوف أقوم الآن بتوصيل مباشر بين التيكون والكوف. إذا ركزوا في كاميرا المالتيميتر، لاحظوا هذا المجس الأحمر للمالتيمتر، سأحوله هنا بحيث يصبحون مجسات المالتيمتر واحد. الآن سأوصل المجس في التيكون في نقطة CPV على هذا الشكل، والمجس الثاني في نقطة CPV في الكوف على هذا الشكل. لاحظوا الآن، ها هي الصورة موجودة، رأيتم؟ هي الصورة الآن موجودة. إذن سبب المشكل هو انعدام إشارة CPV أو انقطاع إشارة CPV على الكوف الجانبي. الآن ما سأقوم به هو توصيل سلك مباشرة في هذا الكوف هذا، في هذه النقطة، وأوصله في نقطة CPV في التيكون، وانتهى الموضوع. إذا أصدقائي، تابعوا. ثم نلحمه مباشرة في نقطة CPV في التيكون، هذه هي. جيد، على هذا الشكل. الآن سأقوم بالتجريب، أوصل الكهرباء بسم الله، أو أشغل التلفاز. لاحظوا الآن، ها هي الصورة موجودة بشكل طبيعي، رأيتم؟ إذا أصدقائي، لاحظوا، هذا هو السلك متصل مباشرة مع الكوف الجانبي هكذا، ومباشرة إلى التيكون نقطة CPV. والنتيجة، إذن سأشغل التلفاز، هاهي. التلفاز الآن شغال بشكل طبيعي. الأدوات المستعملة، لاحظوا، السولدر من نوع جيد الذي يدوب يعني بسرعة، سلك نحاسي رفيع، مايكروسكوب، كاميرتان، حاسوب. إذا هذا هو أصدقائي، الآن نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم. لا تنسوني أصدقائي بالدعم، رجاء لايك 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 أصدقائي، دعموا هذه القناة قدر المستطاع لكي نستمر في نشر لكم هذه الفيديوهات وفي هذا المحتوى هذا. مع السلامة.